خلونا دلوقتي نروح للعالمين ونعرف من زميلنا باسم ابو العنين ابرز فعاليات مهرجان العالمين النهارده هتكون ايه. صباح الفل عليك يا باسم. يا بس انت صباح الفل عليكي وعلى كل المشاهدين، وتحياتي ليكي من مدينه العالمين الجديده. النهارده جو يعني هو صيفي عندك بس ربيعي عندنا بصراحه، ويعني بيتمنى ان الناس تكون يعني تحط في الخطه بتاعتها في الويك اند ان هي تيجي تقضي وقت لطيف هنا في العالمين. وبالمناسبة هو مش لازم يكون مصيف، هو ممكن يكون يعني ديوز الناس تيجي تقضي يوم وترجع تاني إن كان في قدرتها أنها تعمل كده. وحتى المواصلات للي ما عندوش وسيلة مواصلات خاصة متاح إن هو يركب سواء من القاهرة أو من المحافظات القريبة مواصلات لحد العالمين على طول، يعني الموضوع ما فيهوش أي مشقة خالص. وفي الحقيقة عايز أنتهز فرصة إن احنا مع بعض على الهواء النهاردة الصبح، وتقريبا احنا في نص الأسبوع الفعاليات الكبرى هتبتدي في آخر الأسبوع. البلد جميلة والبلد متاحة للجميع، ومصاريفها زي ما بنقول كده على قد الإيد وعلى كل المستويات، يعني أي حد ممكن يجي هنا وينبسط. خلينا نتكلم على شكل البلد بالنهار وشكل البلد بالليل. يعني لو كان الصورة متاحة كنت وريتك من ورايا لوادر وعربيات نقل وهي شغالة في خلية نحل، شغالة طول النهار في المدينة في إنشاء المشروعات واستكمال الباقي من المشروعات التي لم تستكمل وعلى قدم وساق. وبالليل البلد بتتحول الى يعني كرنفال مصطفين، ناس بتخرج تتمشى. احنا موجودين دلوقتي في الممشى السياحي واللي مفتوح على مدى ال 24 ساعه، وهو في الحقيقه يعني مش مفتوح لان عليه ابواب، ولكن اقصد انه متاح. لكن هو يعني زي ما شايفين ورايا اي حد ممكن يدخل ويقف في الممشى السياحي، وهو متاح طبعا بالمجان، لا يوجد اي رسوم للتواجد عليه، وعليه كافيهات ومحلات وعليه خدمات ممتده على مدار اليوم. طبعا من الحاجات برضو اللطيفه اللي خدت بالي منها ان يعني اعمده الاناره اللي احنا شايفينها ورانا ممكن بالليل هتكون اوضح، لكن الاضاءه بتاعتها بالليل بتكون اضاءه خافته، يعني تديكي اضاءه وفي نفس الوقت بتكون مش ما تضايقش اللي موجودين. عايز اختم الكلام باخر حاجه ان الحدث الاكبر بقى اللي احنا منتظرينه يوم الخميس ويوم الجمعه، حدث فني كبير. يوم الخميس ان شاء الله معانا حفل غنائي كبير للفنان الكبير مدحت صالح، وكمان ان شاء الله يوم الجمعه الحفله الكبيره برضو لفنانين من الفناني الجيل الذهبي في مصر والوطن العربي الفنان حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير. دي ابرز الحفلات اللي احنا منتظرينها خلال اليومين القادمين ان شاء الله. اليكي بسط. نشكرك يا باسم، كل الشكر ليك وبنتمنى لك التوفيق، وشكرا ان انت بتقول لنا ان الجو عندك ربيعي واحنا عندنا حر، لكن هنجيلك بسرنا، هنجيلك يا باسم.